إلى كل ما قلق في هذه الليلة فقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان والحمد لله والشكر أنا ومن يعمل معي بألف خير إن قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق استهداف منزل رئيس وزراء سوف نبحث عن جنات ونعرفهم جيدا نعرفهم جيدا نعرفهم جيدا وسوف نصل لكم بكل تأكيد إن سستعرف y necesitamos cooperación económica y necesitamos y necesitamos Well, I can say unequivocally there was no U.S. government involvement in this at all. Look, it could be a lot of things from a pretext set up by the Maduro regime itself. John Bolton habla de un plan que ya está en desarrollo para asesinarme. John Bolton, lo digo con nombre y apellido, es el jefe del plan Venezuela. انا لله و انا الیه راجعون شهادت سرباز ولایت و امت اسلام سردار اسلام انقلاب و ایران حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی میگیرم همه انتقام کنید شما نگران نباشید